مساء الخير، يا هلا وسهلا بمتابعينا في بودكاست هبدودي، حلقة جديدة وكما عودناكم. بس قبل نقول لكم شو عنوان حلقتنا اليوم، شير، سبسكرايب، لايك، وفعلوا جرس التنبيه عشان توصلكم حلقاتنا المتجددة. طبعا ضيفنا اليوم لا العيار الثقيل، مش العيار الخفيف، بس مشكلته تأخر علينا، يعني اضطريت اني ابدا حلقتي بدونه. يقول انا جايك، دقيت عليه قلت له بسرعه تعال، الوقت يداهمنا. شكله وصل، فنان اليوم راح يبهركم بمسيرته وسوى في مسيرته الاعلامي. هلا سهله، جاني مطر عبد بن مظله وعبانه كلها، المطر اللي اخرك. يا هلا وسهلا، تفضل. الحمد لله. دقيقه كنت مظله، خلها مالك، لا لازم تكون مظله معاي، انا مظله امي، هدي من امي. هلا وسهلا، اهلين. لا اهلين، هلا حبيبنا. يا هلا وسهلا، شلونك؟ طيب تاخرت علينا، خلاص الحمد لله. كيف حالك؟ ان شاء الله طيب. تفضل. كيف حالكم؟ تفضل، ارتاح الله يحفظك. ان شاء الله طيب. ان شاء الله بدينا حلقتنا، احنا خلاص والله انا دايم كذا، ترى دايم حريص. انت حريص؟ احافظ على الوقت، بس ما ادري ايش فيني برا. عادي حبيبي، تحصل. لا هنا وجهك عندي. ايوه معلش، جاهز؟ بس معرفك ومع لا حبيبي والله كنت معرفك ومع لا عادي، لا تخاف. طبعا مشاهدينا الكرام، نعود لكم مره ثانيه، وهو فناننا اليوم اللي مستضيفين، الفنان حمود المنان. اهلا، يا هلا وسهلا حمود. دقيقه قلبي، يا هلا وسهلا. اهلا وسهلا قلبي حمود المنان. انا من جد المعجبين فيك قبل كل شيء، انا مره انت نواف. ايه نواف. اي نعم حبيبي. ولا منير؟ ها نواف ولا منير؟ انا قلت لك، انا كلمته قلت معك نواف وكذا، انا مصدير. والله شوف الحقيقه انا من شد متابعين لك حبيبي والله، واسمع اغانيك، انا برضو من جد متابعينك، احب اغاني المجالات. يعني انا عجزت اصنفك، هل انت ممثل او فنان؟ يعني تشدو بصوتك ولا كيف بالضبط؟ كوكتيل. كيف؟ كوكتيل بكل شيء، فنان، مغني، منشد، كوركتر، في كوركترات، في كوركتر ولا كاركتر؟ كل شيء. مبكي أحناناً مبكي. الحين إيش؟ أحناناً مبكي، أبكي الناس. طيب إيش أبرز أعمالك؟ أعمال كثيرة. إيه. في كثير، في أعمال فنية، النية. كيف؟ هنية، أعمال كثيرة مرة. يعني أنت تصنف نفسك، هل أنت ممثل ولا فنان؟ يعني أو وش أبرز أعمالك، سواء كنت ممثل أو كنت مثلا مغني؟ والله في عمل اسمه كيف تكون حرة. كيف تكون حرة؟ أنا سمعت لك صقر أنا، هذا من الأعمال الرائدة. طيب ممكن سمعنا يعني عشان صقر أنا من زالي، هذا من احد الاعمال، من بدايات الاعمال اللي عملت في الفن الاعلامي. طبعا انا ودي اسالك، يعني مشاهدينا يعني اكيد انهم يشوفون الحلقه الحين بيتسالون وش الاحمر اللي في الاخبار؟ بالله تعلمنا. ما عرفت كلام. ها؟ ما عرفت كلام في المواقف هذه، ما عرفت كلام. هذه ورده حقت الحبيب. بيب؟ ماي لوف. يعني تحب، يعني ندخل في المجال العاطفي، ها تحب ولا لا؟ ما بعرف كلها بالامور هذه، ورده ما ادري. وش يمثل لك الحب في الحياه؟ مثل كل شيء. مثل كل شيء. كيف يعني؟ كل شيء في الحياه، كل عب، كله غرام. هل تشوف ان الحب عذاب؟ مو عذاب، موت. قتل من الاقتال، من الوريد التيجاني. التيجاني، ايش علاقتك بالوريد التيجاني؟ هل هو حبيبك؟ لا، الوريد التيجاني هو اساس الحب في القلب. القلب عندك في اي جهه، اليمنى او اليسرى؟ في الجهه اللي يحب المايلوف. مايلوف يحب القلب يكون في الصدر. هل تؤمن بالحب من اول نظره؟ نزل نظرتك وشوف. لو نظرت بنظرة طبيعية أخاف أقتل عيون اللوف. كيف تقتل عيون اللوف؟ بعيوني. هل تؤمن بالحب من أول نظرة؟ لا. ليه؟ من ثالث نظرة. من ثالث إيش؟ النظرة الأولى. من ثالث نظرة؟ ثالث نظرة. ثالث نظرة هذه في الخميس. في الخميس؟ لا، أنا الحين في إي في بودكاست. بودكاست هبدودي. بودكاست هبدودي ودمونو. إيه. عرفت؟ أنا أؤمن بالحب كله، الحب كله. ما تؤمن بالنظرة؟ أؤمن بالغضاء. النظرة الأولى ما تؤمن فيها؟ لا. ليش؟ والنظر الثانية لا. ليش؟ أؤمن بالحب الأحد لا. الأحد؟ الاثنين لا. الثلاثاء؟
لا ربع لا خميس عوائل كمل المحاور كمل المحاور ضاعت بس انا مره استمتعت في الحلقه حقك راح تستمتع معنا انا سعيد سعيد وانا حمود المنان الله انا والله بديت اندم اللي جبتك ليش لكن انا يعني من مصادري الخاصه قالوا انك في احد طيب هل خذ ما تبي الله اترك القلب يرتاح تبغى الصراحه فديتك تبى المحبة عطيتها خذ ما تبي هذه مطع عقدة العرب عندك كأنك بتلدغ ما هي بعرب هذه أجين لا هذه العرب اللدغية العرب إيش اللدغية اللدغية الحية تعبانية تسلق تضع في القلب السم أوف ثم تسلق القلب من المعاليق القلب عشان كذا الحب عندك يعتبر غضام هذا تعبير إيش معنى تكلم والله يعني مسترسل وفنان صوت وفنان تمثيل الحمد لله هذا في كل ذلك طيب من فضل ربي الإصابة اللي حصلت لك في الركبة أتوقع أنها من أحد المعجبين كيف أنت تتعامل مع المعجبين في حفلاتك؟ تواضع كيف؟ تواضع كيف تتواضع؟ يبغون صور معاي أحجز وقت معهم وقت ترى جاني خبر أنك تأخذ معك في كل حفلة بوديجارات معك حراس شخصيين أنا ما أدري ليش كثرة كثرة الناس عليك كثرة الناس والمعجبين والمحبين والمحبين لأنهم يكتمون أنفاسي طيب المحبين ما يجيبوا لك إصابات لا بس في واحد من البرتقالات اللي جاك إيه برتقالات الجيو معاي يبغى منع الناس منع رجلي مسك رجلي وقال قالبها أنا كنت الخميس عندك مشكلة أنك ما تقدر تفرق بين الخميس أنا حمود المنام من الخميس عشان كذا طيب اتهام انك ممثل فارغ كيف ترد على هذا الاتهام يا رب يتم الاتهامات هذه يا ربي من زملائنا من هنا من زملائنا ولا من ممكن من الاداره ولا من الزملاء ممكن يا ربي لو من الزملاء يجيه يصير حشران وهو في البرايم ليه؟ وهو وقت هو على ستيج ليه؟ كذا حرام عليك لأن تهمات ليش تهموني؟ أنت صاحب قلب طيب وصاحب رفع ضغطي إيش بتاخذ؟ هذا إيش؟ حق خشم ولا حق فم لا لا يخفف العصاب يخفف إيش؟ العصاب طيب أنت أنا أبغاك وش توعد جمهورك بأعمالك القادمة؟ ثلاث أعمال بس؟ على أي مستوى؟ في رفد عالي فين؟ رفد عالي رف العالي؟ رف العالي رف العالي في البالي في البالي نصورها في بالي وين بالي؟ اندونيسيا لا عندك خبرة خذ ما تبي الله اترك القلب يرتاح قعدنا عليه كنت ربع ساعة طيب هل أنت شاعر؟ شاعر أنا أحس أنك شاعر لكن من معاناة هل أنت تعاني؟ من رحم المعاناة ها؟ من رحم المعاناة يعني من الشعر من صميم القلب متى آخر مرة قلت آه أو آخ أو أوف أو أي أياً يكن لما انتهت كيف قلت آه يا ربي السلامة لا لا الحمد لله طيب وش الأبيات اللي ذكرتها على المعاناة اللي عانيتها في أبيات كثير الحقيقة سمعنا الطارف منها نسيتها حفظتها بس نسيتها نسيت ليش نسيتها وش تقول اللي قفى وخلاك هذا ردك؟ ما في أي رد؟ في رد بس بيكون رد قاتل أنا أبغى الرد أقول لذي قفيت وخليتني لذي قفيت وخليتني ترى الدنيا ما واقفة عليك ترى الدنيا ما هي واقفة ما واقفة عليك لذي قررت وقفيت وخليتني ترى الدنيا ما واقفة عليك أحبك وأنت تحبني ولا غرمان فيك الله طبعا هذا من احد البيات انا شعاري زيك ثلاث كلمات انا بقول ثلاث كلمات بس بيتين بس في تصميم القلب انا بقول ثلاث كلمات بس ثلاث كلمات ولا ما اخذها قاعده عندي ما حد يدوم لحد ثلاث كلمات ما حد يدوم لحد ايه. بس يدوم للاثنين
طيب ايش حكمتك في الحياه؟ ها؟ حكمتك في الحياه؟ لا تضعف لمن هم ضعفاء. انت ليش تلدغ في كل نهايه؟ لان انا كلامي يلدغ القلب يسمم القلب يتسمم فياخذ معاليق القلب في القلب. الله الله. طيب رساله توجهها من كلمتين للي قف او خلاه. اح طيب شو قول ماذا؟ اروح امسك بقوه يرجعه؟ وش يعني؟ هم قفوا خلاني. الشاعر يقول ابعد من فرق البحيب الحاشي. طيب ابعد من فرق البحيب الحاشي. الله الحمد لله. انا بسالك سؤال ابغى رد بكلمه واحده. وش يعني لك القمر؟ ها؟ وش يعني لك القمر؟ نور. والشمس؟ حراره. خميس مشيط. مسكن. الرياض. قرار. زد رصيدك. حب وعشق وامتنان. انا ابغى كلمه وسؤدد. ابغى كلمه واحده. قلنا اخر شيء وش يعني لك زد رصيدك صح؟ طيب فهد معيان. سعود العتيبي. اوه رميتين. ثنتين ثنتين. كلمه تقولها قبل ما نختم او هي كلمه الختام لك. اولا اشكر هذا من فضل ربي علي اني وقفت امام القامد الفنيه الاعلاميه نواف شهراني. واتمنى اني قدمت شيء مفيد المفيد السميد للمشاهدين وهذا جعدي بس. شكرا يا فنان.